مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير. يمكن كنا نشوف الرزنامة قبل نقول ان رمضان مبطي، بس اليوم مع هاليمعة وهاللمة لا، حسيت رمضان قرب، خصوصا لما شفنا نجوم مسلسلات رمضان اللي ان شاء الله راح ينورون شاشة الراي طول فترة رمضان. حماسكم قاعد اشوفه بعيونكم وانا متحمس اكثر منكم، عشان ولاول مرة للمشاهدين راح يشوفون اسرار وكواليس مسلسلات اللي راح تنعرض حصريا على شاشة الراي. الراي السنة راح تميز بوايد شغلات، فعشان كذي خلنا ناخذكم بجولة على كل البرامج والمسلسلات اللي راح تعرضها قناة الراي. ولكن في البداية ابي ترحبون معاي بالسيد وليد الجاسم مدير تلفزيون الراي، والسيد زياد مجذوب نائب الرئيس للإعلان والتسويق لمجموعة الراي. خلينا نشوف الراي شنو مسوي لنا. يا هلا 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 زياد. مساك الله بالخير يا ابو خالد. مساك الله بالخير. يا هلا ومرحبا. مساك الله بالخير. يا هلا حمد. ابو خالد ما شاء الله قاعد نشوف النجوم كلهم متيمين عندكم في الراي، ولكن الناس هم تبي تعرف الراي خلال رمضان 2017 شنو راح يميزها؟ اول شيء الراي مسيره نجاح قديمه. الراي كانت اول تجربه تحدي لقناه خاصه كويتيه وربما خليجيه. اليوم اول شيء ودي اوجه تحيه للاستاذ يوسف الجلاحمه ابو احمد اللي أسس هذا التلفزيون وقطع شوط كبير فيه ووصله لهذا الحد، وإحنا اليوم إن شاء الله نكمل مسيرته. الدراما في الراي دائما وأبدا كانت مميزة جدا. هالسنة قلنا ثلاث جواهر خير من الكثير من الفالصو، فعندنا ثلاث أعمال درامية أنا أعتقد أني ممكن أراهن فيهم الخليج كله مضمونين النجاح، لأن اللي فيهم كلها عناصر نجاح، إن كان قصة إن كان أداء إن كان إخراج إن كان يعني من كل الجوانب خبرات قديمة. فأنا أعتقد هذه ثلاث أعمال درامية إن شاء الله هتكفي وتوفي. عندنا طبعا البرامج الدينية، رمضان شهر له خصوصيته وله طبيعته الخاصة، و عندنا يمكن شفنا بالشوريل يعني و يعني أعمالنا الدينية إن شاء الله هتكون مميزة وجميلة جدا. ضيف على ذلك لازم يكون برمضان في حيوية وحركة وعلاقة مع الجمهور. ما أعتقد في أحد بحيوية شوجي اللي ممكن تعمل لنا مسابقات أكيد رائعة أكيد وجميلة ومميزة في هذا الشهر. راح تكون حيوية جدا ومختلفة وتكون بصمة مختلفة على تلفزيون راي. عندنا طبعا عبودكا يعني أول تجربة نجم سوشيال ميديا، بدأ من شوية رنقات وقزوزات ومداقر وطاخ وطيخ، لكن أنا أعتقد أنه راح يشق طريقه بالتلفزيون بنجاح، وراح يكون تحدي جديد وأداء مختلف أنا متأكد، لأنه أيضا شفنا العناصر اللي متوفرة في هذا العمل وشفنا يعني بوادر النجاح. تبين النجاح ما يخش نفسه، تشوفه مبكر والله يوفق إن شاء الله. والله اللي قاعد يشوف الشوري اللي شاف خريطة متميزة، بس إن شاء الله احنا ناطرينكم. بس يبقى السؤال لك يا زياد، وما أدري الناس تأيدوني ولا لا، صار رمضان مو بس الواحد ينتظر فيه المسلسلات، قمنا ننطر إعلانات. فزياد شو اللي راح نشوفه بإعلانات السنة في رمضان وش اللي راح الحمد لله مش ناقصة العملية حمد الحمد لله يعني مش ناقصة. لا مثل ما بتعرف حمد، أول شيء مساء الخير للجميع وينعاد عليكم بالصحة والسلامة ونورتونا مثل كل سنة. رمضان حمد صراحة صارت الناس مش بس بتنطر المسلسلات، بتنطر الكرياتيفيتي والإبداع بالإعلان. نعرف على مدى السنين اللي مرقت في إعلانات بالكويت حتى ضاربت على الإعلانات اللي بالعالم العربي، إن كان مصر أو إن كان السعودية أو الإمارات. في إعلان عملت سكسس كتير قوي بنذكر راوخ فكر أنا خوف، في إعلانات كتير ضاربت، والسنة صارت العالم عم تنتظر شو في إبداعات جديدة. أي والله. بقى نحن بنتمنى يكتروا الإبداعات، مش لأنه بدنا إعلانات أكتر، بس كرمال الإبداعات يعني مش أكتر من هيك. فإن شاء الله راح ننتظر منكم هم إعلانات بتكون بطريقة. شو اللي راح تقدمونه حق المعلن السنة إن شاء الله؟
نحن هالسنة برمضان مقدمين شيء جديد للمعلن، يمكن أول سنة منقدم فكرة جديدة بالإعلان غير السبوتات العادية، عم نقدم فرصة للمعلن يقدر يحط المنتج الخاص فيه داخل البرنامج، إن كان تحديدا يعني يمكن المسلسلات ما دخلنا فيها كتير، إن كان عن طريق عبودكا أو إن كان عن طريق شوجي. هالسنة بدهم يساعدونا شوي، مش دعاية بس لأنه المنتجات منيحة حتكون أكيد. حيكون في فكر مختلف هالسنة إن شاء الله. وبالإضافة طبعا نوعية البرامج مثل ما تفضل أبو خالد، نوعية البرامج عم تكون مختلفة، عم نطلع من الإطار التقليدي بس عم نحافظ على الأساس اللي هو الدراما، بس عم ندخل الايكونز تبع السوشيال ميديا والمشاهير مثل ما قلنا عبود. كان احنا عنا تجربة خاصة مع بعض اذا بدك المشاهير على السوشيال ميديا، نهى نبيل وفي واحد تاني مش ذاكر اسمه راح عن بالي هلا مين، حبيبي حمد حبيبي. احسن واحد وما شاء الله موسمين اثنين سيزنز كسروا الدنيا وناطرين الثالث ان شاء الله معاكم اخر السنة من الحين روح نوقع هلا خلص رمضان الحين ليكم ان شاء الله. نشكر على وقتكم والله يوفقكم ان شاء الله وناطرين ابداعاتكم. شكرا الله يسلمك، شكرا يعطيكم العافيه حبيبي.